لأصحاب ذوق الرفيع، hot standing، luxe، avec un bon choix. شقتين للبيع، في صالة ممتازة وإتقان في الديكور. une bonne finition. في سكن مريح ومكان هادئ، معك فقط جوج جيران. هادشي اللي غادي نشوفو اليوم. حي الازدهار، مدينة مراكش. حياكم الله أحبائي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في يوم جميل وعرض جديد. اليوم عندنا جوج بارتمات للبيع في سكن متكون من ثلاث شقق، أي كاين بارتما في لوغي تشوسي سفلية وبارتما أو بخوميغ إيطاج الطابق الأول، وكاين شقة أخرى في الطابق الثاني، ولكن هذه ما دخلش في الموضوع ديالنا. نبداو مع البارتما اللي في السفلي في لوغي تشوسي، شقة مساحة ديالها 87 متر مربع، فيها الصالون وجوج غرف، غرفة النوم فيها الحمام دوش ومطبخ، وتخرج للضوايا أي لاكوغ وحمام دوش تاني، والبيوت فيهم البلاكارات. الثمن ديالها 9500 درهم للمتر مربع. الفينيسيون والفصالة ديال هاد البارتما دايزها الكلام، والسكن فيها غادي يكون ممتاز، والجمالية ديالها كذلك كتعطيك ارتياح. وباختصار فالثمن ديالها هو 82 مليون ونص. اللي بغى معلومات اكثر يتواصل مع السيد عبد الله في الرقم 0671-08-38-45 06-71-08-38-45. وما ننساش نقول لكم أن هاد الشقتين كيتواجدوا بحي الازدهار بمحادثة مع مدرسة العراقي بمدينة مراكش، ونلتقي بعد قليل مع الشقة اللي في الطبق الأول. Thank you.
مرحبا بكم مرة أخرى. هذا البرطمة ديال الطبق الأول مساحة ديالها 93 متر مربع، فيها صالون بهج وفي صالة عصرية وفي نسيون رائعة. ثلاث غرف، غرفة الآباء فيها حمام دوش ومطبخ وحمام إضافي، أي حمام للعموم. الغرف فيهم كذلك بلاكارات مصممة بطريقة مميزة. إذن شقة 93 متر مربع، الثمن كذلك 9500 درهم للمتر مربع، بمعنى الشقة غتقام عليكم 88 مليون ونص. يمكنكم التواصل مع السيد عبد الله في الرقم 0671-08-3045 لمعلومات إضافية، أو عبر الواتساب 06-02-71-96-86. تنظن هذه الفرصة ممتازة، خاصها غير الفلوس. الله يسهل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.